يعني وقتي انتهى، يعني كلمات أخيرة عن هذه الرحلة المهمة، أظن أنها مهمة احنا جدا. عملنا 7 ندوات في جنيف وميونخ وباريس، منهم مجلس الشيوخ، ومنهم بريست كلاب في باريس، وبريست كلاب في جنيف، ومنهم المؤتمر اللي هو على هامش مؤتمر الامن والسياسه. اعتقد ان احنا حققنا نتائج ايجابيه كبيره جدا، جمعنا حوالينا عدد كبير من المفكرين. توصياتك بقى انه ده يتكرر مش بس من انه عندكم، الدوله تساعد في ده. يا فندم ده في سفراء بره بيعوقوا شغلنا، اقسم بالله سفراء متخيلين ان انت وانا هتعين سفير. يخرب بيتك، وانا هتعين سفير في مكانك؟ انا مش هتعين سفير في مكانك، ولا انا عايز سفاره ولا وزاره ولا عايز حاجه ابدا. انا عايز اخدم مصر وشعب مصر وصوت 30 يونيو، مش عايز منك حاجه البعيد. يا ابني انا مش منافس ليك. بعض السفراء متخيل انت مصر، انت جاي بقى تعمل الشغل اللي انا ما عملتوش. والله العظيم زي ما بقول لك، متخيل انك انت مصر، فانت بقى انت جاي بقى مصر، فانا انت مش، لا مش دي فكره، انت جاي تعمل الشغل اللي انا ما عملتوش، انت بتبين التقصير. والانكى من كده، اصدقائهم الشخصيين اقسم بالله العلي العظيم غي وحانس، اصدقائهم الشخصيين هم الد اعداء مصر اللي بيكتبوا ضدها كل يوم. طب يا ابني قول لصديقك ده اللي انت بتتعشى معاه بالليل وبتسهر معاه، قول له ما يكتبش ضد مصر ببساطه. يعني لا انت عايز تشتغل، ولا انت عايز تقول لصاحبك ده ما يكتبش ضد مصر، ولا انت عايز تخلينا احنا نشتغل. طب انت عايز ايه؟ فاحنا محتاجين روح عبد الفتاح السيسي تسود الحكومه دي بكاملها. عارفة لو الروح دي، روح المقاتل دي، روح اللي عايز يصنع بلد حقيقية تتحدى العالم وعايز يفني حياته فيها، وبيقول لك أنا سنة ولا 2 ولا 10، ها في النهاية أنا بشر وحغيب، وتحافظوا على بلدكم وتشتغلوا فيها. لو الروح دي بس سادت العالم كله بتاعنا، إعلام وصحفيين وبتاع، لو روح الجنود البسطاء اللي بيدفع حياته تمن ما بيسألش ليه يا أستاذة لميس، رايح ياخد رصاصة في صدره ما بيسألش انا هسيب مين ورايا. لو الروح دي تحلينا بيها وقاتلنا من اجل البلد دي اللي تستحق حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا 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 هتتصلح وتبقى زي الفل.